بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثانية ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. إذا جاني في التعليقات سؤال يقول: من فضلك أستاذة ديري لنا نموذج للاختبار القادم إن شاء الله. هنا سميتو الفرض أو الاختبار، طبعا لأن كاين هناك أقسام مازال ما داروش في الفرض، يعني الفرض والاختبار هي نفسها الدروس الموجودة في الفرض والاختبار، ولكن أنا أجد أن الاختبار راح يكون قليلا ما نوعا ما أصعب من الفرض. إذا شوفوا معايا، اليوم جبت لكم نموذج، إذا فيه تمرينين. التمرين الأول على الدوال راح نعرضه عليكم، إذا ما نقراه لكم باش ما نطولش عليكم. هذا هو النموذج، نتمنى أنكم راح تحاولوا فيه. خذوا مثلا صورة ثم بدأوا في الحل، لأن صدقوني بلي كي تحاولوا فيه راح تكون الاستفادة أكثر وأكثر. ما إذا لقيتوا صعوبات، ما إذا ما قدرتوش، المشكل ليس في أنكم راح تجيبوا الحلول كلها يعني صحيحة، المهم المحاولة والمحاولة لكي تكون إفادة أكثر. هذا بالنسبة للتمرين الأول. نجيب لكم تمرين ثاني. إذا التمرين الثاني هو أيضا تمرين جد جد رائع، اخترته بنفسي. لماذا؟ لأنه اعتبارا من جدول تغيرات تاع الدالة F مدها لكم، جدول تغيرات تاعها استنتاجا من جدول التغيرات، راح تجبدوا التغيرات كله من الدوال 2F ناقص F، F زائد 2 الدوال اللي قريتها من قبل، أيضا F القيمة المطلقة لـ X ثم القيمة المطلقة لـ F لـ X. كل هذه الدوال راح تجبدوا لها جدول التغيرات، لكل داله راح تمدوا لها جدول التغيرات تاعها انطلاقا من جدول التغيرات الداله اف، ثم بعد ذلك راح نرسم المنحنى البياني للداله اف انطلاقا من جدول التغيرات، ثم رسم منحنى كل من اش وجي، جي هي 2 اف واش هي ناقص اف. راح نشوف يعني راح نكتسب معلومات جد جد رائعه. وانا اخترت هذا التمرين لماذا؟ اولا للسبب التالي، هو أننا في تركيب الدوال راح ممكن في تركيب الدوال طيح لكم من هذا الشكل ناقص F، ممكن F زائد عدد لاندا F زائد عدد. إذا لهذا خصصت هذا التمرين ودرته في النموذج. بالتوفيق للجميع. فقط قبل ما نبدأ في الحل النموذجي للتمرين الأول حبيت ملاحظة بسيطة. شوفوا معي الملاحظة هي كالتالي، أنني اخترت تمرينات من الكتاب المدرسي جد جد رائعة، من بينها هذه التمرينات اللي في الأول وضعت تمرين رقم مثلا 79 صفحة 34، ولكن أنا خفت ما تمدوش الأهمية لهذه التمرينات تاع الكتاب المدرسي، غيرت العنوان كتبت نموذج للاختبار. لماذا؟ لأنني أرى أن هذه التمرينات تاع الكتاب المدرسي هي جد 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 رائعة لمراجعة الاختبار. في بعض الأحيان نترك تمرينات تاع الكتاب المدرسي ونحاول نلقى تمرينات أخرى ربما تكون خارج البرنامج. إذا أنصحكم التالي، هو أنكم تبدأوا بالتمرينات تاع الكتاب المدرسي، ثم عندما أنتهي من تمرين الكتاب المدرسي أرجع إلى التمرينات الأخرى. إذا حبيت ننبهكم أنكم حاولوا تعودوا التمرينات هذه، مثلا كتمرين رقم 79 صفحة 34 جد جد رائع، لأنه يختلف عن العادة، يختلف ثم يختلف. إذا حاولوا تقولوا ليهم، راح نوريها لكم. أيضا كان تمرين آخر هناك عجبني أيضا من الكتاب المدرسي، وهو التمرين رقم 76 صفحة 33، هو أيضا جد جد رائع، فيه أفكار، فيه نظرية طاليس، وراح تشوفوا بلي هنا مباشرة ما يمدلكمش مباشرة الدالة، نتوما اللي لازم تلقاو الدالة ثم درسوها على المجال اللي لازم تلقاوه. إذا قولوا لهذه التمرينات أرجوكم، أنا حبيت كامل تجيبوا علامات جيدة، والله راكم مثل أبنائي، نفرح كي تجيني تعليق يقول جبت علامة جيدة، هذا يسعدني كثيرا، هذا يدل أن فيه الخير في ولاد بلادي. ما شاء الله عليكم، ربي يخليكم وينجحكم ويعاونكم إن شاء الله. كاين تمارينات أخرى، طبعا هذا التمرين أيضا جد جد رائع، رقم 52 صفحة 30. هنا هذا التمرين راح تتعلموا من خلال هذا التمرين التمثيل البياني للدوال القيمة المطلقة لـ F للقيمة المطلقة لـ X ثم القيمة المطلقة كامل داخل القيمة المطلقة.
إذن كل هذه التمرينات أنصحكم بها. ثم كاين على كثيرة الحدود هذا التمرين أيضا جد جد رائع، رقم 68 صفحة 57 دائما من الكتاب المدرسي، كيفية تحليل كثير حدود واستنتاج إشارة كثير حدود حسب قيم الإكس. إذا كل هذه التمرينات موجودة على القناة. بالتوفيق للجميع، نبدأ على بركة الله في الجزء الأول من التمرين الأول. يلا مع بعض نبدأ بالتمرين الأول. يقول لتكون الدالة F معرفة بالعبارة التالية: 2X زائد 6 على X ناقص 1. أولا هذه الدالة تسمى دالة ناطقة، دائما كي تلقاو كسر أو نسبة كثير حدود على كثير حدود دائما تسمى هذه الدالة دالة ناطقة. السؤال الأول يقول عين مجموعة تعريف الدالة F اللي نرمز له بدي F. إذا كيف أعين مجموعة تعريف الدالة F تاعي؟ طبعا دي F تاعي راح يكون كل الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى R، حيث لازم تحقق الشرط التالي. كي تكون عندكم دالة ناطقة لازم مجموعة التعريف تاعها لازم يكون المقام لا يساوي صفر، يعني x ناقص 1 لا يساوي صفر، لأننا لا نستطيع أن نقسم على صفر. ثم بعد ذلك إذا شوفوا معايا x ناقص 1 لا يساوي صفر، هذا يعني أن x تاعي لا يساوي الواحد، وبالتالي مجموعة التعريف هي كل الأعداد الحقيقية ما عدا الواحد. تخرج لي مجموعة التعريف هي df تساوي r ما عدا العدد واحد. كيف أكتبها بالمجالات؟ ضروري جدا أننا نعرف. إذا هي من ناقص ما لا نهاية أستثني الواحد مفتوح اتحاد من واحد زائد ما لا نهاية. إذا كل هذه الأمور في الحقيقة بسيطة عندكم. السؤال الثاني شوفوا معي يقول عين العددين A و B بحيث من أجل كل X من مجموعة التعريف فإن F ل X تكتب على الطريقة التالية: A زائد B على X ناقص 1. نبدأ على بركة الله. مثل هذا السؤال متكرر تقريبا في جميع المسائل. إذا نبدأ على بركة الله. إذا ركزوا معايا كيف نلقاو A و B. شوفوا معايا، هي هناك ثلاث خطوات: أولا توحيد المقامات، النشر والتبسيط، ثم أخيرا المطابقة. شوفوا معايا، إذا نبدأ بتوحيد المقامات. إذا F ل X تاعي ماذا تساوي؟ A تاعي مكتوب على شكل A ليس بكسر، نكتبه على شكل كسر، إذا ممكن نكتبه A على واحد، وبالتالي المقام المشترك هنايا بين واحد و X ناقص واحد راح يولي لي X ناقص واحد. إذا راح نضرب A تاعي في x ناقص 1 على 1 في x ناقص 1، ثم بعد ذلك زائد b على x ناقص 1، ثم بعد ذلك بعد توحيد المقامات هنا ندير المرحلة الثانية وهي النشر والتبسيط. إذا نكتب b النشر والتبسيط، هذه هي الخطوات اللي نستعملها في هذا السؤال. النشر والتبسيط راح يكون كالتالي، شوفوا معايا f ل x تساوي ننشر a في x ناقص 1، واش يمد لي a في x a x، a في ناقص 1 ناقص a، زائد b لانني وحد المقامات، الكل على x ناقص 1. الان ابسط، كيف ابسط؟ عباره f ل x راح نكتبها كما مطلوب موجوده في المعطيات، هي 2x زائد 6 على x ناقص 1، ثم بعد ذلك نكتب ax، ممكن نكتب زائد b ناقص a. إذن كل هذا عدد وهذا ax، طبعا ما ننساش المقام اللي هو x ناقص 1. المرحلة التي تلي النشر والتبسيط هي مرحلة المطابقة، هذه هي المراحل الثلاثة للإجابة على هذا السؤال. وش معناتها المطابقة؟ شوفوا معي، هنا عندنا 2x زائد 6 على x ناقص 1، هنا عندي ax زائد b ناقص a على x ناقص 1. شوفوا المقامات هي نفسها، نولي للبسط، هنا معامل x هو 2 وهنا معامل x هو a. لماذا أطابق؟ لأني عندي مساواة، حذاري. إذا بالمطابقة واش نلقى؟ نلقى a تاعي يساوي العدد 2، ثم بعد ذلك العدد 6 ماذا يساوي هنا في الطرف الأيمن؟ راح يساوي إذا b ناقص a يساوي 6.
ثم نحل هذه، عفوا نحل هذه الجملة المعادلتين. إذا شوفوا معايا، أ يبقى دائما يساوي 2، ب ماذا يساوي؟ يساوي أ زائد 6، وقلنا أن أ هو 2، إذا 2 زائد 6 يساوي 8. إذا أخيرا وش لقيت؟ لقيت أ يساوي 2 و ب يساوي 8. إذا نجي لعبارة f لـ x تاعي، نكتبها f لـ x يساوي، قلنا تساوي أ اللي هي 2 زائد 8 على x ناقص 1. إذا هذه هي عبارة f لـ x. ننتقل على بركة الله إلى السؤال الثالث. شوفوا السؤال الذي يليه هو 2 ب، استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجالين. المجال الأول هو ناقص من النهاية ناقص 3، والمجال الثاني هو 1 زائد من النهاية. شوفوا معايا، إذا هنا عليكم تركيز معي لأنه جد جد ضروري. واش راح نقول؟ واش راح نقول راح يعاد في كل مرة. شوفوا معايا، كي يقول لكم استنتج اتجاه تغير الدالة، والدالة تاعي مكتوبة على شكل في الأول في المعطيات 2x زائد 6 على x ناقص 1، وكي حسبنا أ و ب مكتوبة على شكل 2 زائد 8 على x ناقص 1. طبعا ما راحش نستعمل الشكل هذا، ولكن نستعمل الشكل المبسط هذا. لماذا؟ لأن هذا الشكل لم ندرسه في القسم. إذا راح نستعمل هذا الشكل، إذا لكي نستنتج اتجاه تغير الدالة f هنا باستعمال الشكل هذا، راح أفكك الدالة. إذا نقول تفكيك الدالة إلى، إذا تفكيك الدالة f راح نفككها إلى دالتين مرجعيتين في آن واحد. راح نتعلم كيف أفكك الدالة تاعي إلى دالتين مرجعيتين. شوفوا معايا، الدالة f تاعي راح تكون كالتالي، لكل x راح أفككها كالتالي. أول وهلة مثلا كنت حبيت نحسب f لواحد، راح ندير 2 زائد 8 على 1 ناقص 1، عفوا f لاثنين، لأنني اخترت الواحد اللي ما لازمش يكون في خارج عن مجال التعريف. إذا نختار مثلا f لاثنين، f لاثنين تساوي 2 على 8 ناقص 2 ناقص 1. إذا أول عملية واش راح ندير؟ راح ندير 2 ناقص 1 يساوي 1، ثم بعد ذلك نجمع 2 زائد 8 على 1. إذا الدالة تاعي راح تفكك كالتالي، أولا لكل x نلقاو أولا صورة x ناقص 1، ثم بعد ذلك كي نلقى صورة x واحد x ناقص 1 راح أضيف لها 2 ثم 8 تقسيم هذا العدد اللي لقيناه اللي هو x ناقص 1. إذا فككت الدالة تاعي، نسمي الدالة الأولى U، نسمي الدالة الثانية V، حيث U تاعي معرفة كالتالي. نسمي الدالة U تاعي اللي هي الدالة التآلفية المعرفة كالتالي، لكل X X ناقص 1. ثم أسمي الدالة V تاعي، كيف عرفتها؟ عرفتها كالتالي، لكل X. الآن ما راحش نكتب x ناقص 1، لأنني فقط هنا في الدالة v حسبت صورة x ناقص 1. واش نكتب؟ نكتب 2 زائد 8 على x، هذه هي الدالة v تاعي. إذا لكي أستنتج اتجاه تغير الدالة f تاعي، لازم ندرس اتجاه تغير u واتجاه تغير v، لأن f أصبحت لدي f هي مركب الدالتين، الدالتين V تركيب U. طبعا نسبق دائما بالدالة الأخيرة هذه V تركيب U، لأنني كي نحسب الصورة نبدأ بU لـ X، U لـ X اللي هي X ناقص 1. أتمنى فقط أن يكون هنا واضح. إذا F تاعي هي مركب الدالتين U و V. إذا حبيت ندرس اتجاه تغير الدالة f، احنا نعرفه في الدرس أن كي تكون دالة f تاعي مركب دالتين ندرس دا اتجاه تغير u و v. إذا كانت من نفس الاتجاه نقول أن الدالة f تاعي متزايدة، إذا كانت متعاكسة في الاتجاه متناقصة متزايدة نقول ال f تاعي متناقصة. نبدأ بالدالة التآلفية تاعي. شوفوا معايا، u تاعي احنا عندنا جدول التغيرات تاع الدالة u. إذا U لي X تاعي كيف تكون؟ تكون من ناقص ما النهاية
إلى غازية زيد ما النهاية تكون متزايدة. لماذا؟ لأن هنا المعامل واحد وواحد موجب، إذا متزايدة. طبعا ممكن نقول أنها تنعدم، إكس ناقص واحد ينعدم عند الواحد، هنا الصفر هكذا. ثم بعد ذلك ندرس اتجاه الدالة في تاعي. الدالة في تاعي هي عبارة عن مكتوبة على الشكل التالي، شوفوا معايا في تاعي نكتبها هنايا، في عبارة عن لاند 8 في اش، مثلا دوك نقول لكم ما معنى اش زائد 2، حيث اش تاعي هي الدالة الجذرية 1 على اكس. اذا كيف ادرس اتجاه الدالة في تاعي؟ شوفوا معايا، ندير لكم جدول تغيرات تاعها. لهذا قلت لكم في التمرين الثاني اخترت لكم هذاك التمرين لانطلاقا من جدول التغيرات نستنتج اتجاه التغيرات، مثلا لاندا اف زائد عدد حقيقي. شوفوا معايا، اذا عندي الداله اش، داله مقلوب تاعي، نبدا بالداله اش تاعي اش اكس. الداله مقلوب كيف هي معرفه؟ هي غير معرفه عند الصفر، هكذا اللي درسناها. من ناقص ما النهايه قلنا انها من ناقص ما النهايه لصفر متناقصه، ثم بعد ذلك من صفر زائد ما النهاية متناقصة دائما. الآن الدالة مقلوب تاعي كي نضربها في عدد موجب راح تبقى دائما نفس اتجاه التغير، لأن العدد 8 موجب، وضيف لها عدد مهما يكون هذا العدد موجب سالب تبقى دائما نفس الاتجاه. إذا في لي إكس تاعي كيف يكون اتجاه التغير تاعها؟ شوفوا معايا، نديرها لكم في نفس الجدول باش تفهموا. اذا نفس اتجاه تغير الداله مقلوب، اذا تكون متناقصه متناقصه. اذا بعد ما لقيت اتجاه تغير U اتجاه تغير V، اذا ما علي الا ان نبداو في الدراسه. طبعا هنا يقول عند ناقص ما نهايه، اذا شوفوا معايا انا درستها على كل المجال R، ولكن هو يطلب مني المجال الأول، هو من ناقص ما النهاية ناقص 3. أين هو ناقص 3؟ يقع هنا، إذا ناقص 3 هنا. الآن واش راح لازم ندير؟ الدالة U تاعي دائما متزايدة على هذا المجال. نشوف الآن الدالة V تاعي كيف وكيف نشوف. راح نشوف من ناقص ما النهاية ناقص 3 صورة هذا المجال هنا، هي في الحقيقة تجي ناقص ما النهاية، وصورة ناقص 3 بالدالة U هي ناقص 4. لماذا؟ لأن U لناقص 3 كي نعوض هنا ناقص 3 ناقص 1 ناقص 4، أتمنى أن يكون مفهوم. نجي الآن صورة هذا المجال بالدالة، صورة هذا المجال ناقص ما نهاية ناقص 3 هو ناقص ما نهاية ناقص 4. نجي للدالة في تاعي، أين يقع ناقص ما نهاية ناقص 4؟ في هذا المكان، في هذا المكان. إذا الدالة U تاعي متزايدة والدالة تاعي متناقصة، وبالتالي وش يخرج لي؟ F متناقصة. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا نكتب، إذا نتمنى أنكم فهمتوا. كتبت لكم U متزايدة تماما على المجال ناقص ما نهاية ناقص 3، وكتبت لكم لدينا صورة المجال ناقص ما نهاية ناقص 3 بالدالة U هو المجال ناقص ما نهاية ناقص 4، و V متناقصة تماما على المجال ناقص ما نهاية ناقص 4 اللي هو صورة المجال هذا. إذا بما أن F عبارة عن مركب الدالتين U و V، F تكتب على شكل V رون U، فإن F متناقصة تماما على ناقص ما نهاية ناقص 3. إذا نتابع بنفس المنهجية، نجي على المجال الثاني اللي هو واحد مفتوح زائد ما نهاية. شوفوا معي، نولي الجدول التغيرات، أرجو أن تركزوا معي لأنه جد جد مهمة. إذا فهمتوه، إذا ما فهمتوش عاودوا الفيديو مرة مرتين، أنا متيقنة أنكم راح تفهموا أكثر وأكثر. شوفوا معي، نجي للمجال الثاني. المجال الثاني تاع U من واحد زائد ما النهاية، دائما نشوف الدالة U تاعي متزايدة، ثم بعد ذلك نشوف صورة المجال واحد زائد ما النهاية بالدالة U هو صفر زائد ما النهاية. نجي لل V تاعي، أين يقع صفر زائد ما النهاية؟ صفر زائد ما النهاية، كيف هي الدالة V؟ متناقصة. إذا نفس الشيء هنا، متزايدة متناقصة. F تاعي بما أنها تركيب الدالتين U و V، فإن F متناقصة تماما على المجال واحد زائد ما نهاية، نولي حتى المجال البداية. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا كتبت لكم كل المعلومات، أتمنى أنني وفقت في الشرح المبسط
لهذا التمرين. إذا عاودوا اتجاه التغيرات بروحكم، عاودوا مره مرتين حتى تفهموا المبدأ، راح يجيكم أسهل التمرينات الأخرى. أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديوهات القادمة إن شاء الله مع أجزاء الحلول الأخرى. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.